الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم إن شاء الله في المجلس الثاني من هذه الدورة في شرح فقه الصيام من كتاب العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووقفنا في درس الأمس مع مقدمات مهمة تتعلق بتعريف الصيام، مقدمة تتعلق بتعريف الصيام. واليوم إن شاء الله نقرأ في الكتاب ونعلق بما تيسر. وزي ما معلوم معانا من الأمس يا أخوانا إنه نحن في المسائل نجتهد نورد أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الصيام، وبعد ذلك نشوف ما رجحه العلماء من المذاهب الأربعة. فإذا نحن بنخلص من دورتنا إن شاء الله تعالى بخلاصة فقه الأئمة الأربعة والترجيح في ذلك على حسب قوة الدليل ومن دون تعصب لأي إمام من الأئمة رحمهم الله تعالى. قال المصنف: كتاب الصيام، صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. كلمة رمضان من ناحية اللغة قيل مشتقة من الرمضاء، وهي شدة الحر، وقالوا أول ما سمي رمضان من ناحية تاريخية كان هذا الشهر في وقت حر شديد، لذلك اشتق له الاسم من الرمضاء من الحر. وبعض أهل العلم كما قال ابن مفلح في الفروع قالوا كأن رمضان يحرق الذنوب، لذلك سمي برمضان أي من الرمضاء الحارقة يحرق الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، جنة يعني بيقي صاحبه من النار. وكلمة رمضان تجمع على رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض ورماضي وأراميض، والمستحب أن يقال شهر رمضان كما ذكر ابن مفلح في الفروع، دي كلها أرمض رمضانات أراميض، دي كلها من الجموع لكلمة رمضان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال المصنف: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. ترائي الهلال معناه تحري رؤية الهلال، وهذا فيه أحكام يا أخواننا مهمة. عندنا معاه وقفات، احنا أي مسألة في المتن فيها وقفات بنقيس معاه. طيب، ف تحري الهلال العلماء قالوا يثبت رمضان بأحد أمرين، واحد من اثنين: الأول برؤيا الهلال، يعني يتحرى الناس رؤيا الهلال، يعاينوا شوفوا، إذا في حد شافه فبعد ذاك يثبت رمضان بالرؤيا. والطريقة الثانية
بإكمال عدة شعبان 30 يوما. لو الناس شافوا الشهر بتاع رمضان ممكن شعبان يكون 29 يوم، أما لو ما شافوه ما في خيار بتاع 31. الأشهر العربية ما فيها 31. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر عندنا هكذا، نحن أمة أمية، قال هكذا 3، وقال هكذا، يعني إما 30 أو شنو 29، ما في 28 زي شهر فبراير عندنا في الأفرنجي، ولا في 31. فإذن إما أن يتحرى الناس رؤيا الهلال ويثبت بعد 29 شعبان، أو أن يكملوا عدة شعبان 30. طيب، هل يشترط في الرؤية رؤية 2 فأكثر ولا يكتفى بالواحد؟ دي مسألة في رؤية الهلال. أنت نظم كلامك، كتابتك ذاتها تكون منظمة. الهلال بيثبت بواحد من طريقتين، إما بإكمال عدة شعبان 30 أو بالرؤية. يلا الرؤية دي تحتها مسائل. المسألة الأولى، هل يكفي رؤية الواحد ولا لابد من 2 قياسا على الشهادة؟ فعند الإمام مالك المالكية بيقولوا يكتفى برؤية الواحد، عفوا المالكية بيقولوا لابد من شنو؟ من شهادة 2، لابد من شهادة 2، وقالوا قياسا على الشهادة، يعني رؤية الهلال زي الشهادة. وجمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة بيقولوا يكتفى فيه برؤية الواحد، لأنه إحنا عندنا أخواننا في الشهادات، لو جه زول الليلة مشى القاضي وشهد على إنسان بالقتل ولا بغيره، الشهادة لابد فيها من 2، الشهادة لابد فيها من 2. فالمالكية قاسوا هلال رمضان على الشهادة وقالوا لابد فيه من رؤية 2. أما جمهور الفقهاء أحناف شافعية حنابلة قالوا شنو؟ يكتفى فيه برؤية الواحد. والراجح قول الجمهور. ليه نحن بنقول الراجح قول كذا؟ نشوف الدليل. دائما لو رجحنا لابد من دليل. طيب، قالوا الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، يعني اتحروا الرؤية، ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. واحد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام وأمر الناس بصيامه. إذن المسألة محسوبة بشنو؟ بالواحد. هذه مسألة أولى. طيب، من رأى الهلال وحده، أنت زول في محلة بعيدة ما بتقدر تجي تصل مكان إعلان الرؤية في مجمع الفقه، ما قادر تحصله، أنت في بادية في الخلا بتاعك هناك شفت الهلال، فهل تصوم لوحدك ولا كيف؟ دي مسألة. الفقهاء عندهم فيها 3 أقوال. الزول شاف الهلال براو، القول الأول يصوم برؤيته ويفطر برؤيته، يصوم ويفطر بشنو؟ برؤيته هو. وده قول الإمام الشافعي، يصوم ويفطر برؤيته هو حتى لو خالف رؤية الناس أو صيام الناس. واستدلوا
بقوله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالإمام الشافعي عنده أنت شفت الهلال صوم طوالي، شفت بعدين الهلال بتاع شوال أفطر طوالي. طيب ده القول الأول، وذهب إليه ابن حزم طبعا ظاهري. القول الثاني يصوم لرؤيته، رؤيته هو يصوم، ويفطر مع الناس، يعني برؤيتك انت برات في الصيام في الاول خلال رمضان بتصوم برؤيتك، والافطار تفطر مع الناس. وهذا قول ابي حنيفه ومالك وروايه عن احمد، ده قول الجمهور ابي حنيفه ومالك وروايه عن احمد. طيب القول الثالث يصوم ويفطر مع الناس، يصوم ويفطر شنو؟ مع الناس، حتى لو شفت الهلال انت، لكن البلد كلها فيها شنو؟ والحكومة أعلنت شنو؟ أعلنت صيام انت معاهم، أعلنت إفطار انت معاهم. وهذا القول رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. إذن الصوم مع الجماعة والفطر مع الجماعة، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، ده قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وهو الراجح في المسألة دي. عشان كده يا أخواننا بنلقى الغلط بيحصل عندنا عن كثير من الناس، أو إن كان في الوضع الحالي بيجوا قليلين، نادر في بعض القبائل عندهم إلا يشوف الهلال ده واحد منهم، تخيل يقول لك بالرؤية، لكن الرؤية رؤية منو؟ رؤيتهم هم، ولو ما شافوا واحد منهم ما بيصوموا. وكذلك في بعض الطوائف بيكون الواحد منهم داري يتميز على الناس بيوم صيام ويوم إفطار. والمسألة دي يا أخواننا فيها مشكلة كبيرة، أولا فيها تفرقة للمسلمين، اثنين فيها مخالفة للنصوص، ثلاثة فيها الوقوع في محرم، لأنه حيصوم يوم العيد، حيكون يوم العيد صايم والناس مفطرون، ودي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الحل شنو؟ الصوم مع الناس والفطر مع الناس. طيب الناس بيطرأوا الهلال يوم 29 شعبان، طيب لو في غمام في مطر الدنيا خريف الناس حيعملوا شنو؟ طيب كالآتي، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فإن غم عليكم، في حديثين لابن عمر قال فإن غم عليكم، في غمام ضباب ما قادر تشوف، في سحاب مطر الناس ما قادرة تشوف، فإن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا له. كلمة اقدروا له معناها شنو؟ يلا الفقهاء زادوا اختلفوا في اقدروا له معناه، بعضهم قال دي رواية عن احمد، فاقدروا له اي ضيقوا القدر التضييق، ربنا قال فمن قدر عليه رزقه ضيق عليه فالتضييق، فقالوا ضيقوا شعبان بقوا 29، إذن يصوموا اليوم اللي فيه الشك ده. والقول ده قول رواية عن أحمد، لكن القول ده ضعيف. لماذا؟ لأنه كده ده بقى يوم شك، وجاء في حديث أنس قال من صام اليوم الذي
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أبو القاسم ده منه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الشك ده ما بجوز صيامه، لأنه إحنا ما شفنا في غمام، إذا ده يوم شك ما بجوز صيامه. طيب إذا القول ده يا أخواننا شنو؟ ضعيف. وقول الجمهور فأكملوا عدة شعبان 30، دي الرواية الثانية عن ابن عمر قال فإن غم عليكم في غمام ما شايفين أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وده كده حسم الموضوع. وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح، نكمل شعبان 30 يوم وبعد ذلك نبدأ نصوم رمضان. من الملاحظة الآن، ودي مسألة برضو تتعلق برؤية الهلال، إنه البلاد الإسلامية متباعدة، البلاد الإسلامية متباعدة جدا، بين السودان وبين مثلا أقصى المغرب العربي أكثر من 20 ساعة، وبعض البلاد الإسلامية بيناتها أكثر من 30 ساعة. فقد يكون عندنا في السودان نهار ويكون في أقصى غرب الأرض يكون عندهم ليل، وده بيسمى عند العلماء باختلاف المطالع. اختلاف شنو؟ المطالع. طيب إذا ثبت مثلا ناس رأوا الهلال في بلد من البلاد الإسلامية، هل يلزم البقية ولا ما يلزمون؟ ده سؤال، وعندنا فيه أقوال، 3 أقوال. قول الجمهور من الفقهاء إنه يلزم. أول ما رؤي الهلال مثلا في السودان خلاص أي مسلم ثاني في العالم يلزم يصوم، هذا قول الجمهور. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه إذا رأيتموه فصوموا، وقالوا ده عام لكل المسلمين، رأوا مسلم في الصين أو في السودان واحد يصوم جميع المسلمين. القول الثاني لكل بلد رؤيتهم، أي بلد برا، السودان يشوف براه، مصر تشوف براه، سعودية تشوف براك، هكذا. وده قول عكرمة تلميذ ابن عباس، لكل بلد رؤيته. والقول الثالث وهو إنه البلاد المشتركة أو المتفقة في المطالع رؤية واحدة، اللي مطالعهم واحدة رؤيتهم واحدة، واللي مطالعهم بتختلف رؤيتهم بتختلف. وده أصح الأوجه عند الشافعية وبعض المالكية واختيار شيخ الإسلام، وده الراجح يا أخواننا. عشان كده أنتم بتلاحظوا لما يعلن عن رؤية الهلال في واحدة من الدول المتقاربة، دول الجيران المتقاربة، مصر في السعودية في كذا السودان، بتلقى البقية طوالي بيتبعوها، وهذا لاتفاق المطالع. اتفاق المطالع يعني شنو؟ يعني الفرق بيناتنا ساعة وساعتين وثلاثة ساعات، ده كله مطالعهم واحدة، لأنه عندنا نهار وعندهم نهار، عندنا الليلة يوم الثلاثة وعندهم هو يوم الثلاثة، عندنا الليلة هذا اليوم يوم الجمعة وعندهم هم يوم الجمعة، هكذا. ده معناه المطالع بتاعتنا واحدة، حتى لو اختلفت شوية وتقدمين بساعة وتقدمين بساعتين ثلاثة ساعات، ما دام النهار واحد والليل واحد إذن يومنا واحد ورؤيتنا واحدة. طيب ده قول الشافعية وبعض المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. طيب كده يا إخواننا نكون إحنا علقنا على مسألة ترائي الهلال. قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم
يرى مع الصحو، الصحو يعني السماء الصافية، أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. لاحظ المصنف يقول لك من غير خلاف، بعد ما شعبان اكتمل 30 تاني في خلاف؟ هل في 31 في الأشهر العربية؟ ما قال. وإذا رأى الهلال كبر 3، يعني لما تشوف هلال رمضان تكبر 3، وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. قال ويقبل ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. دي المسألة اللي ذكرناها يا أخوانا، إنه الرؤية تكون بشنو؟ برؤية الواحد. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس. ده مذهب من؟ نحن ذكرنا مذاهب 3. أها، ده مذهب قال يفطر برؤيته ويصوم برؤيته. منو؟ الشافعي. يفطر برؤيته ويصوم برؤيته. طيب اللي قالوا يفطر يصوم برؤيته ويفطر مع الناس، ده قول الجمهور يا اخواننا. اذا المصنف قال بقول من؟ بقول الجمهور اللي فيهم الشافعية وفيهم الأحناف، عفوا فيهم الأحناف والمالكية، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. ولكن الراجح شنو؟ هل الراجح كلام المصنف؟ لا، الراجح الصوم يوم تصومون، الصوم مع الجماعة، والفطر شنو؟ مع الجماعة. وده قول من؟ ده رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام. طيب قال والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. طيب نجي نشوف أحكام المسافر في شنو؟ أي نعم، الرؤية يا أخواننا رؤية الرجل ورؤية المرأة كل واحد في الهلال. لو رأته امرأة أو رآه رجل يثبت بذلك الهلال. ها؟ كله إذا كان بالرؤية العين المجردة برؤية منظار كله يثبت به الهلال. طيب أولا السفر، ما هو السفر؟ هو من الخروج إلى السفر، المكان الفسيح الما فيه بنيان، خروج إلى العراء، إلى خارج البيوت. والسفر المقصود هو السفر الذي تقصر معه الصلاة، وذا الفقهاء ذات عندهم فيه أقوال، 10 أقوال. وماذا نجيب هنا؟ في 10 أقوال حكى الإمام النووي 10 أقوال في مسألة السفر وتحديده، وأشهر قول الحنابلة قول الإمام أحمد وقول الشافعي ومالك إنها محددة بمسافة زمنية 82 كيلو. طيب ولكن الراجح يا أخواننا أن السفر من العبارات الشرعية التي تضبط عرفا، معناه بناخذه من العرف. الليلة انت لو ماشي من هنا ماشي الباقير بتقول مسافر الباقير ولا ماشي الباقير؟ بالعرف كده ماشي ساي. طيب لو ماشي دنقلة بتقول مسافر دنقلة. لاحظ مسافر، وإن كان الباقير دي برا الولاية، برا ولاية الخرطوم، دي في ولاية الجزيرة،
لكن بتقول ماشي الباقير لانه ده ما بيعتبر سفر. عادي موظفين من الباقير بيشتغلوا في الخرطوم ما بيعتبروا سفر. طيب لكن دنقره او باره مسافر باره ده سفر. اذا السفر يعرف بالعرف وده الراجح يا اخوان وهو اختيار شيخ الاسلام وهو اختيار شيخ الاسلام. طيب كده دي المسافة بتاعت السفر. الإنسان لو من هنا ماشي في الشارع ده اسمه مسافر. طيب لو من هنا أنت مشيت ونزلت في محل سفرك محل الماشي ليه هل بتسمى مسافر ولا مقيم؟ لذات المسألة دي أخواننا فيها خلاف كثير بين الفقهاء. نحن دي ما أصل الموضوع بتاعنا. فالراجح منا أن الإنسان إما مقيم أو مسافر. فأنت لو نزلت في بلد آخر غير بلدك اللي أنت مقيم فيه نزلت في المكان ده أول ما تنزل إما تكون أنت حددت أنت إقامتك أنت حددت خلاص مقيم في المحل ده أنت جاي من الأبيض نزلت الخرطوم ليه؟ سبب شنو؟ واحد يقول لك والله عندي بيعات كده دايرة ما وارجع. انت يعني استغريت في الخرطوم؟ لا ما استغريت لسه بس عندي بيعة دايرة ما ممكن شهر شهرين ثلاثة شهور. واحد مشى الذهب قاعد هناك يقول لي انت خلاص استغريت هنا؟ لا ما استغريت بفتش اللي قلت لي ذهب الليلة دي برجع هني. إذا هو مقيم ولا مسافر؟ ابن تيمية بيقول إنه ما في حاجة غير مقيم ولا مسافر. أنت لو نزلت في أي بلد وعندك غرض معين دار تنجز غرضك ده وترجع أهلك أنت ما اسمك مقيم، اسمك مسافر. حتى لو قاعد وجرت لك بيت كويس وجبت أولادك قعدتهم لكن أنت ما مقيم أنت راجع فأنت مسافر ولو طالت الزمن. عشان كده بعض الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لو حدد الإقامة بتاعته أكثر من 4 أيام أكثر من 4 أيام كويس قالوا ده مقيم ولو أقل من 4 أيام ده اسمه مسافر. ده عند منه شافعية مالكية وحنابلة قالوا 4 أيام أقل منا أنت مسافر فوق منا أنت شنو مقيم. وأقوال كثيرة جدا عند الفقهاء في المسألة دي قلنا الإمام النووي وصل 10 لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشى مكة عام الفتح قعد 19 يوم يقصر الصلاة ومفطر في رمضان. مشى تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. إذا زاد من 4 ولا ما زاد؟ عشان كده قالوا الراجح الفقهاء قالوا وإن زادت المدة حتى لو زادت أنت مش ما نويت الإقامة طالب جاي تقرأ أنت مقيم وين؟ يقول لك والله أنا مقيم في أهلي كل خميس برجع أهلي في الجزيرة بس الجزيرة دي ما لاقينها قريبة بيجروا طوالي في أهلي في الجزيرة. وهنا عندك شنو؟ الله يقول لك وظيفة ولا دراسة ولا كده أنت ما مقيم أنت مسافر إلا لو نويت الإقامة خلاص جيت تدرس في الجامعة وبقيت مقيم في الخرطوم لما تمشي أهلك تبقى مسافر لأنه أنت بقيت مقيم في الخرطوم. وهكذا يا إخواننا الظلمة كان إقامته واحد إلا لو كان عندك زوجتين زوجة هنا زوجة هناك تقعد مع دي شوية ومع دي شوية تبقى أنت مقيم هنا ومقيم هنا. إذن يا إخواننا ما في إلا مسافر ومقيم. والمسافر لو أنت في الطريق ولا نزلت عندك رخصة شنو؟ الجمع رخصة و
الإفطار رخصة أما القصر عزيمة. ما اسمه رخصة؟ العزيمة يعني شنو؟ يعني لابد تعمل. المسافر لابد يقصر، ما بيختار اختيار. أما الجمع بين الصلوات يكون للحاجة فقط. طيب كده ما دام عرفنا المسافر، يبقى أحكام المسافر يا أخواننا كالآتي: المسألة الأولى، أجمع العلماء على أن المسافر يجوز له الفطر في رمضان بالإجماع. حتى قال شيخ الإسلام في رسالة حقيقة الصيام، قال: ومن قال إن المسافر لا يجوز له الفطر قال يستتاب، فإن تاب ولا قتل. ده معناه شنو؟ دي مسألة مجمع عليها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص يجوز له الإفطار إجماعا، حتى لو سفره بارد ويسير وبيقدر يصوم وما عنده مشكلة في الصيام وأي شيء، ومسافر بطيارة وباردة وأي حاجة، برضو عنده الرخصة شنو؟ يفطر. طيب واختلفوا العلماء، اختلفوا في شنو؟ ما اختلفوا في انه بيجوز له الافطار، اختلفوا هل يجوز له الصيام ولا ما بيجوز. اختلفوا على اقوال. الاول قالوا يصح صومه، لو صام صومه صحيح، وهذا قول جماهير الصحابة والأئمة الأربعة، صوم صحيح، وده قول الأئمة الأربعة: أحناف، مالكية، شافعية، حنابلة، وهو الصحيح، يصح صومه. القول الثاني: لا يصح صومه في السفر، وده قول أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وقول ابن حزم. دل قالوا شنو يا اخوانا؟ لو صام هو مسافر قالوا ما بيصح صيامه، عليه القضاء. ليه قالوا؟ لانه ربنا قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر، اها الله قال فعدة من ايام اخر، قالوا خلاص فعدة من ايام اخر، لو صام صومه ما يصح. ده قول أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن حزم من الفقهاء، ابن حزم من الفقهاء. طيب والراجح يا اخواننا شنو؟ قول الجمهور انه صومه صحيح، لو صام في السفر صومه صحيح. يبقى هنا سؤال: اذا نحن ثبت عندنا قول الجمهور انه صومه صحيح المسافر، ما هو الأفضل للمسافر؟ يصوم ولا يفطر؟ طيب العلماء قالوا في ثلاثة حالات: أنت مسافر، الأفضل لك شنو؟ تصوم ولا تفطر؟ الحالة الأولى: أن يشق عليه الصيام مشقة خفيفة، ما بتمنعه من شنو؟ ما بتمنع من فعل الخير. أن يشق عليه مشقة خفيفة ما تمنع من فعل الخير، وده ممكن نقول ده وجه رابع، ده بيبقوا كده أربعة، ده أولاني. قالوا صام ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ناس صايمين وناس مفطرين، فتعب الصائمون وقام المفطرون بخدمتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر، شالوا الأجر الكثير المفطرون. فده لو شق عليه يا اخواننا مشقة خفيفة ما بتمنع من فعل الخير يصوم،
طيب قالوا أن يشق عليه مشقة تمنع من فعل الخير لكن مشقة ما كثيرة وده الأفضل له يفطر مشقة بتمنع من فعل الخير الأفضل له يفطر ده نمرة اثنين وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وده لأنه شاف واحد من الصحابة ظللوا عليه عامل له ظل فوق له من شدة الحر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس من البر الصيام في السفر فإذن عندنا لو كانت المشقة مشقة ما شديدة لكن بتمنع من فعل الخير وبتعطله الأفضل له إنه يفطر ثلاثة أن يشق عليه مشقة شديدة شديدة وفي الحالة دي يحرم عليه الصيام حرام مشقة شديدة وده في قصة الناس اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما قرب أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر أفطر بعد العصر فبعد ذاك كلموه قالوا في ناس صايمين قال أولئك العصاة أولئك العصاة لأنه في مشقة والناس مستقبلين عدو وفي مشقة شديدة عليهم ففي الحالة دي يحرم عليه الصيام الأخير أن يستوي الأمران لا في مشقة شديدة عليه و يعني الأمرين سواء ممكن يصوم ممكن يفطر ففي الحالة دي قالوا الأفضل له الصيام الأفضل الصيام لأسباب أولا من الأسباب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبو الدرداء كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة وهذا دلالة على قوة النبي عليه الصلاة والسلام السبب الثاني قالوا لسهولة الصيام انت الصيام في رمضان الصوم ده سهل لو قعدت خليتها تقضي براقي يبقى لك صعب بعدين ثلاثة قالوا للإسراع ببراءة الذمة ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم انت سارع ببراءة الذمة دي أسباب ذكرها العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى طيب وقت إفطار المسافر بيفطر بتين طيب قالوا أن يبدأ الصيام أن يبدأ السفر قبل الفجر لو سافر قبل الفجر فهذا يفطر ولا شيء عليه لو أصلا مفطر قبل الفجر الخلاف وين؟ الخلاف في من سافر أثناء اليوم نص صوت نهار كده يدقوا لك تلفون يقول لك يا أخي في فلان ذاك توفى برا ودار تلحق الجنازة في رفاعة في المناجل في كده أثناء اليوم فقول جمهور الفقهاء لا يجوز له الإفطار أثناء اليوم ما يجوز الإفطار ده قول الأئمة الأربعة إلا أحمد بن حنبل أبو حنيفة والشافعي ومالك قالوا أثناء الصيام شنو أثناء اليوم ما بجوز يفطر حتى لو سافر والقول الثاني قول أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح إنه يجوز له والدليل الحديث اللي ذكرناه قبل شوية حديث جابر اللي في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بتين يا أخواننا بعد العصر
أفطر بعد العصر. إذا بجوز ذلك لو أنت صمت وشق عليك الصيام في السفر إنك تفطر. عشان كده أنت مسافر تنظر لحالك، قادر تصوم واصل، ما قادر في أي لحظة عندك الحق تفطر. في أي لحظة عندك الحق شنو؟ تفطر. طيب متى تنقطع رخصة السفر؟ انت عندك رخصة السفر في قلنا شنو؟ قصر الصلاة، الجمع، والإفطار. بتنتهي في واحدة من حالتين، إذا نوى الإقامة، نويت الاستقرار، زول في الذهب هناك جاي بس داير يشوف سريع، أظنه قال له الذهب ده بس أسبوع كده بتنجز الدائرة وبتمشي، قعد الأسبوع الشغلة جرت أسبوعين لقى الشغلة أنا ماشي حبة حبة، قال أقول لك حاجة، أنا قاعد قبل هنا ما ماشي ذاته، دق لي أخو المرأة قال لي جيب المرأة والحقني بها هناك، بقى مصغير من أولاد أبو حمد الصغير هناك. إذا نوى الإقامة انتهت رخصة السفر بالنية، بس نويت الإقامة انتهت شنو؟ رخصة السفر. طيب الحالة الثانية، إذا رجع إلى أهله، أول ما لقى له ذهب كده مظبوط، معلش اللي الشغل كله بقينا الذهب، وجا راجع من هناك أول ما وصل أهله انتهت شنو؟ رخصة السفر. لكن هل بتنتهي في نفس اليوم؟ يعني أول ما وصل نصة نهار يصوم باقي اليوم ده يكمله؟ يمسك باقي اليوم ولا ما يمسك؟ الراجح إنه شنو؟ الراجح ما يمسك، ما ده يوم أنت أفطرته، عندك الحق. تمام؟ قالوا من لطائف الفقهاء، قالوا إن عاد المسافر إلى بيته ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في ذلك النهار فله أن يجامعها في نهار رمضان، ما عليه شيء. لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. تمام خلاص، اليوم ده بقى شنو؟ أيوة اليوم ده بقى مباح ليك. وإن كان بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم بيقولوا إنه الإنسان لو انتهت حرمة الشهر، لو أكل ناسي، عندهم ناسي، ولا أكل متعمد، ولا جاء من سفر، ولا طهرت الحائض، قالوا في الحالة دي يمسك باقي اليوم ده، وعليه القضاء، قالوا عليه القضاء. طيب ما معنى الإمساك؟ ما هي الفائدة من الإمساك لو عليه القضاء؟ يبقى ما عنده معنى. قالوا: ولذلك الشريعة الإسلامية لم تكلف الناس بعبادة لا مغزى لها. طيب عندنا ثاني مسألة، المسافر لو أنت بتجهز في نفسك للسفر والباص الساعة مثلا 10 بالظهر ولا الساعة 11 ولسه الباص ما تحرك، ولا الطيارة الساعة 12 الظهر ولسه الطائرة ما تحركت، بيجوز لك تاكل وتشرب وانت لسه ما تحركت ولا ما بيجوز؟ وده برضه فيه خلاف بين الفقهاء، كويس؟ فقول الجمهور لا يفطر حتى يخرج، الأئمة الأربعة، ده قول الأئمة الأربعة إنه لا يفطر حتى شنو؟ يخرج. لو ما خرجت من البيوت من البنيان، الطائرة دي قامت مرقت من البلد، ولا البصة مرق من جبل أولي هناك مرقت من البلد، أنت شنو؟ ما بتاكل، ما بتفطر. قالوا لأنه يسمى مقيما لا مسافرا، وقياسا على شنو؟ على قصر الصلاة. هل زول بيكسر الصلاة وهو جوا البلد؟ ما بتكسر الصلاة إلا تطلع من البلد، عشان كده قالوا لو ما مركته انت شنو؟ ما تاكل ولا تشرب. وهذا القول ارجح واحوط من القول الثاني، وهو قول ابن العربي من المالكية، واختاره الشيخ الألباني.
انه يفطر من الديار من محله. انت نويت السفر خلاص، قطعت التذكره بتاع البص بتاع النهود، انت قطعت التذكره ومسافر خلاص طوال، انت من المين البر هنا تمشي تطلب لك واحد فول تضرب تمام وتركب البص تمشي. هذا قول ابن العربي من المالكية واختيار الشيخ الألباني، والدليل عليه قصة محمد ابن كعب لما سأل أنس ابن مالك، أنس ابن مالك جهزوا له الراحلة بتاعته، جهزوا له الناقة بتاعت السفر ودار يطلع، قام دعا بغدائه، جابوا له الأكل، أكل أول حاجة بعد الركب. فمحمد ابن كعب سأله قال له أهذا سنة؟ قال نعم سنة، ولكن القول يا أخواننا قول الجمهور هو الأرجح لأنه أحوط، لأنه أحوط. طيب يا أخواننا في مسألة ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم تتعلق بالمسافر، وهو الإنسان الذي يعمل سائقا سفريا، سواقين البطاحات أو سواقين البصات وغيره، الناس اللي بيسافروا على طول هو على سفر، فهل عنده الرخصة ولا ما عنده؟ قالوا عنده الرخصة، عنده الرخصة. طيب صوم بيتين ده ما هو مسافر السنة كلها، قالوا يختار من أيام الشتاء الباردة لأن الصوم فيه أيسر والنهار أقصر، النهار بتاعه قصير. شوفوا ده يا اخوانا من سماحة الشريعة ذاته، ها ومن يسر الدين، يختار الأيام السهلة له لأنه هو صاحب عذر. وابن تيمية قال يلحق به أصحاب الأعمال الشاقة التي لا مخرج للأمة منها. زول مثلا شغال في فرن وما يقدر يشتغل بالليل، لاحظوا عشان ما كمان المسألة الناس يتوسعوا فيها، ما يقدر يشتغل إلا بالنهار وما يقدر يصوم في الحالة دي، فهذا يلحق بالعذر، له أن يفطر ويقضي أيام الشتاء الباردة لكن دي عند الضرورة، ما يكون يا أخواننا شو للتساهل. وكذلك قالوا يلحق بهذا من أراد أن ينقذ غريقا أو حريقا أو صاحب آفة، زي الناس بتاعين المطافي خاشين لهم في نار عظيمة جدا وسخانة ما يقدروا ينغزوا الناس الجوة ديل إلا الواحد منهم يفطر، قالوا له أن يفطر ويقضي. وإنت دار تنغزك زول غرقان، زول انت بتشوفه تل وقع جوا البحر وبيمرق وبيخش ثاني وممكن يموت، انت تنغزه ولو شربت لك كاس معاه جوا ذاته، تنغزه وتشرب مويه وبعد ذاك تقضي يومك ده، لان هذه كلها ضرورات فتلحق باصحاب الاعذار من المسافرين ومن غيرهم. طيب مساله برضو تتعلق بالمسافر وهو سفر المعصيه، بيسموه الفقهاء سفر المعصية، والمعصية دي إما أن تكون المعصية هي الغرض اللي أنت ماشي له ده هو معصية، زول مسافر له حفلة من هنا مارق يقول لك في دنقلة عنده حفلة ماشي له دار يحضرها، ده اسمه سفر معصية، ما يترخص برخصة من رخص السفر، هذا على الراجح ده سفر معصية كويس، وده سفر أصحاب الزيارات الشركية، في ناس بيسافروا لضريح بتاع ميت يمشوا يزوروه في أقصى البلد، يقول لك الزيارة بتاعته في الجمعة الأخيرة في رمضان، السفر ده اسمه سفر معصية ولا يجوز أن يترخص برخص السفر. اثنين قالوا سفر المعصية أن يحتال على الصيام، شوف رمضان ده سخن معه شفته
كل رمضان سخن والحر دخل، يقول لك والله نحن ما في حل الا نسافر بس اليومين دي، يقول لك ماشيين بورسودان كويس ماشي ليه عشان يفطر. وهذا الشيخ ابن عثيمين يقول فيه احتيال على الشريعه، ده ما احتيال، المسافر اصلا بيفطر عنده الرخصه، لكن انت سافرت ليه؟ انت ما سافرت عشان غرض، لو انت مسافر من هنا عندك غرض من الاغراض امشي لغرضك وافطر، لكن لو مسافر من اجل الافطار فهذا لا يجوز وما عندك الحق وتصوم في السفر. طيب نرجع كده، انتهينا من احكام شنو المسافر. يا اخواننا لو في ذل عنده سؤال اكتبوا بطرف في الورقه ولا في دفتره، لما نخلص لو ما جات الاجابه بتاع سؤالك بعدين اساله، لان انا بتوقع الان لو نحن فتحنا مجال اسئله تكون فيها اسئله كثيره والاجابه بتاعتها جايانا بعد شويه. اصبر انت، خلي سؤالك بجنبك قاعد لحد ما ان شاء الله نخلص يوم بكره بعد الاذان، بعد ذاك شنو؟ بنشوف الاسئله، وممكن بعد العيشه نجاوبها ان شاء الله لو كانت كثيره، لو ربنا حيانا ان شاء الله تعالى. طيب فبس الاسئله دي خدتوها على جنب، خلونا نمشي قدام. قال والافضل له الصوم خروجا من خلاف اكثر العلماء. قال والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما ابيح لهما الفطر، وان خافتا على ولديهما فقط اطعمتا عن كل يوم مسكينا. دخلنا في مساله شنو؟ الحامل والمرضع. الاحكام عندنا في الحامل والمرضع كالاتي يا اخوانا. اولا هل يباح لهما الفطر؟ الاجابه نعم، وهذا ما اتفق عليه الائمه كلهم، يباح للحامل والمرضع لو خافت على شنو؟ على نفسها او على جنينه يشرع لها الافطار، ما في خلاف. الخلاف وين؟ ماذا عليها بعدين؟ هل عليها القضاء ولا الاطعام ولا الاثنين مع بعض ولا الاطعام براو؟ ثلاثه اقوال عند الفقهاء. قول اطعام، قول قضاء، قول الاثنين مع بعض. اما القول الاول وهو القضاء فقط، القضاء فقط هو قول ابي حنيفه النعمان رحمه الله. قول الاحناف عليه شنو؟ قضاء فقط. طيب والقول الثاني قول الجمهور اطعام وقضاء الاثنين، اطعام وقضاء مع بعض، قول الشافعي ومالك واحمد. طيب ده القول شنو الثاني؟ شنو قلنا عليها؟ اطعام وقضاء الاثنين مع بعض، وده قول منو؟ الجمهور، شافعيه مالكيه حنابله. طيب ويا اخواننا القولين ديل بيقيسوا الحامل والمرضع على شنو؟ على المريض وعلى المسافر، والقول الاخير على الاطعام فقط، الاطعام فقط، وهذا قول ابي هريره، ابي هريره وابن عمر وابن عباس، ومذهب اسحاق، واسحاق ده قرين الامام احمد، ومذهب مقارب لمذهب الامام احمد، متفق مع الامام احمد في الاصول والفروع الامام اسحاق، فده مذهب اسحاق واختيار الشيخ الالباني وهو الراجح.
الراجح انه الحامل والمرضع عليهم شنو يا اخوان؟ الاطعام فقط. الحجة بتاعته شنو؟ قالوا حالهم اقرب الى العاجز المريض الكبير او العاجز الكبير في السن، ولا المريض مرضا مستمرا، ناس السكري والقرحة وأمراض الكلى ونحو ذلك. قالوا يقاس على ذيل أقرب إلى حالهم. وابن مفلح في الفروع قال وهذه فتوى الصحابة، ابن عمر وابن عباس وابن هريرة، ثلاثة من الصحابة، قال ولا يعلم لهم مخالف، ما في صحابي خالفوا في الفتوى دي. طيب إذن يا أخواننا، الحامل والمرضع لو الوحدة خافت على نفسها ولا على جنينها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. الإطعام كيف؟ كيف يكون الإطعام؟ بواحدة من طريقتين. بعد الأذان؟ طيب. طيب قلنا طريقة الإطعام بإحدى طريقتين. الأولى أن يصنع أو أن تصنع المرأة طعاما وتدعو إليه مساكين بعدد الأيام. أفترض 20 يوم، تصنع طعام تدعو له 20 مسكين، أو الليلة 10 وبكرة 10 وهكذا. تصنع طعام وتدعوهم إليه، وهذا ما كان يفعله أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، لما كبر في السن وعجز عن الصيام كان شنو؟ يصنع طعاما للمساكين ويدعوهم بعدد الأيام. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من الطعام. نص الصاع ده، الصاع ما 4 أمداد، المد كده باليد المتوسطة، ما يدانا دي صغيرة، اليد المتوسطة يعني، هو كمان ما اليد الكبيرة شديد، اليد المتوسطة 4 أمداد، ده اسمه صاع، ودي زكاة الفطر، انتبهوا، زكاة الفطر 4 أمداد، صاع كامل. هنا الإطعام بتاع رمضان ده فدية، طعام مسكين، الفدية دي نص زكاة الفطر، نص صاع، ما قدرها، انتبهوا عشان ما تطلع الفدية قدر زكاة الفطر، الفدية نص صاع. طيب 4 أمداد ده صاع، إذا أنت عندك مدين، المدين بالمد المتوسط وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى 1.40 كيلو، يعني 1.5 كيلو من الدقيق، والدقيق طعام البلد، ناس بياكلوا القمح، بياكلوا القراصة وكده القمح، ناس بياكلوا الذرة، خلاص تطلع ذرة. المهم أي يوم بكم؟ 1.5 كيلو، قول عشان تكون الزيادة أفضل لك من النقيص، 1.5 كيلو. لو المرأة عندها 30 يوم بيبقوا كم؟ 45 كيلو. هنا لا يشترط عدد المساكين يكون قدر عدد الأيام، عدد المساكين ما يشترط شنو؟ يكون قدر عدد الأيام، يعني ممكن تطلع على 45 كيلو تدين لشنو؟ مسكين واحد بس، كما قال ابن باز، أو 3 مساكين أو 5، قدر أنت تقدر فيه حاجة المسكين. جنبك مساكين 10 أنفار، 45 كيلو دي قسمها عليهم كلهم 10، وهكذا. طيب خلافا ل اللي هي الإطعام في كفارة اليمين، كفارة اليمين لابد من 10، انتبه عشان ما بعدين كفارة اليمين تمشي تطلع 1.5 كيلو، هي برضه 1.5 كيلو لكن ما تدين لواحد، لابد من 10. لو قدرت تقسمها كيلوهات
ده كيلو ونص، ده كيلو ونص، ده كيلو ونص، عشرة. لا بد من العدد، وهنا لا يلزم العدد، ما بيلزم. لو اديت الا واحد لاثنين لثلاثة. والشيخ ابن عثيمين يقول: ولو جعل معه لحما او نحوه اداما، الادام ده يعني الحاجة اللي بيطبخوها، يعني زي اللي بنسميه احنا طبيخ، شوربة، حاجة يعني، عدس، لحم، اي حاجة بياكلوا بيها، ده يكون افضل. يعني اديت الزول شوال كبير بتاع دقيق، اشتري لك معاه 2 كيلو بتاع عدس وديهم برضه. ده في الاطعام. الاطعام ده شكله ده حيجينا بعد شويه مع المريض، المريض المرض المستمر حيجينا نفس الشكل ده، عشان ما نعيده بعدين، الناس تحفظه. طيب، كده يا اخواننا نحن انتهينا من مسألة الحامل والمرضع. بعد ذاك في خلاف بين الفقهاء في مسائل كده لطيفة، انه المرضع دي اللي بيدفع القروش منه، المرة ولا بيدفعنا ابو الولد ده؟ قال يدفعنا ابو الولد، مش كده؟ طيب، رابعا المصنف هنا قال شنو؟ قال: والمريض اذا خاف ضررا كره صومه للآية. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. طيب يا أخواننا، عندنا المريض، الفقهاء قالوا المرض ثلاثة درجات، يعني المرض ثلاثة درجات. أما المرض اليسير الذي لا يؤثر على الصائم، زول يقول لك عندي زكمة، كويس، نزلة، عندي قحة شوية كده في صدري، أصبعي مجروح تحت، أصبعه مجروح، كويس، ولا طعنات شوكة، ده في اللغة اسمه مريض، صح؟ طعنات شوكة في اللغة اسمه مريض. لكن هل هذا هو المرض الذي يبيح له الفطر؟ قالوا: هذا النوع الأول يحرم عليه الفطر، لأن العلة الشرعية اللي هي فحوى الخطاب ذاته إنه المريض مرض يمنع من الصيام، فده المشقة بتاعته يسيرة، ففي الحالة دي شنو؟ لا يجوز له الفطر. الثاني قالوا أن يشق عليه فيه مشقة لكن لا يضره، لكن في مشقة عليه، زول عنده حمى، الحمى دي مرض، الحمى شديدة، زي كده الإمام أحمد قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ الحمى شديدة، وأصابت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسل منها. فلكن لو صام ممكن ما يتضرر، عنده صداع، لو صام ممكن ما يتضرر. وفي الحالة دي قالوا الأفضل يفطر، الأفضل يفطر فيكره، عفوا، الأفضل شنو؟ يصوم، لأنه ما بيتضرر، الأفضل يصوم. إذا كان المرض بيشق عليه مشقة ما بيضره، يعني لو واصل في المرض، المرض ما بيزيد ولا بيتأخر البرء بتاعه. إذا كان بيأخر برءه يا أخواننا يفطر، حتى لو المشقة ما شديدة، بآخر برؤه. يعني شنو؟ لو انت مكسور، رجلك مكسورة، طبعا الأطباء بجانب العقاقير اللي بيدوك ليها بيدوك أكل معين تاكله، يقول لك كل ترمس وكل شنو حاجات كده، يقول لك كله كثير بتقوي العظام، واشرب لبن وما تعرف شنو الأشياء اللي بتقوي العظام. يلا، في الحالة دي المرض ده بآخر البرء والشفاء، فانت في الحالة دي الأفضل لك الإفطار. أما لو ما بتتضرر، ما بتأخر البرء، ففي الحالة دي يكره لك الإفطار، يكره، والأفضل شنو؟ الصيام. الأخير أن يتضرر أو يخشى على نفسه الهلاك، مرض بضرك، وخاصة يا إخواننا تنبيه لناس السكري، اعملوا حسابهم،
وناس الكلى والحصاوي. أحيانا السكري ده ما خداع، في الأول أعمل لك فصاحبك صاحبك كده، واحد يقول لك والله كلنا عندنا سكري وصايمين عادي، بتقع بعد شوية وحيتراكم عليك. عشان كده أنت من الأول ربنا أداك الرخصة، أفطر طوالي. فإذا كان بيتضرر والإنسان يخشى على نفسه الهلاك فيجب عليه الفطر، بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. طيب هذا المرض، الإنسان لو أصابه مرض، فالمرض قسمان، مرض عارض ومرض مستمر. عارض ده زي جاته ملاريا، حمى، عنده إسهالات، مغص، عندك تايفويد، حاجة مرض عارض بزول، فهذا يفطر. والواجب عليه شنو؟ القضاء، واجب عليه القضاء. ولو أخر القضاء بس واجب عليه القضاء، إنما يستغفر من التفريط، لكن واجب عليه فقط القضاء. لأنه في بعض الفقهاء بيقولوا لو تأخرت في القضاء يبقى شنو؟ يبقى عليك قضاء مع الإطعام، والصحيح القضاء فقط. طيب الثاني، المرض المستمر الذي لا يرجى برؤه، ده مستمر بيكون قاعد معك كده، إلا أن يشاء الله شيئا، زي ناس السكري والقرحة وآلام المعدة المستديمة، زي اللي بسموه المصران وسموه شنو، هذه أمراض مستمرة. ففي الحالة دي صاحبه بيطعم، يطعم. والإطعام طوالي نرجع للجبل بواحدة من الطريقتين ذكرناهن جبل. لكن يا أخواننا المريض مرض عارض، زي زول جاته ملاريا أفطر له 10 أيام من رمضان، طيب ودار يقضي لكن مات، دي مسألة. أو الزول بتاع الإطعام ما أطعم وبعد رمضان بيوم يومين مات، ماذا عليه؟ في حديث من مات وعليه صيام، حديث عائشة رضي الله عنها، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن انتبهوا يا أخوان، ما يصوم عنه إلا في حالة التفريط، ده النوع الأول عليه صيام 10 يوم بتاع الملاريا، 10 يوم ما صام من رمضان وانقضى رمضان وبعد رمضان بفترة هو مات، نجي نشوف هو لما مات هل زال عنه العذر أم لم يزل؟ العذر زال عنه ولا لسه؟ اسألوا أهله يقول لك والله بيقى كويس وزال عنه العذر وعاش شوال كله، يعني كان عنده إمكانية القضاء لكن فرط. نعم كان عنده إمكانية القضاء لكن فرط، هذا يصوم عنه وليه لأنه فرط. والصيام وجب عليه وبقى في عنقه، وكان ممكن يقضي لكن فرط، هذا يصوم عنه وليه. وليه يعني ناس الورثة، وممكن يتقاسم الصيام بيناتهم، ممكن 30 يوم ده يصوم 10 ده 10 ده 10، صام عنه وليه. طيب أما اللي المرض معه مستمر، زول جاءوا مثلا تايفويد، مرض عبيط جدا بياخذ زمن مع الزول، وبقى لا زال معه، رمضان انتهى أفطر 10 يوم في رمضان ومر معاه لسه المرض لحد شوال لحد ما خش في ذي الحجة مات، لكن لما جينا سألنا قالوا والله الزول ده مات بالتايفويد بتاعه ذاته، فهذا ليس عليه شيء. ليه؟ لأنه ما وجب عليه لسه، بيجب عليه بتين، بيجب عليه لحد ما هو يبقى صحيح معافى،
بعد ذاك وجب عليه، ولو فرط يصوم عنه، لو ما فرط خلاص. ففي الحالة دي ده ما فرط لسه هو مريض، فلا يصوم عنه وليه، وده أمره إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يعفو عنه. أما صاحب الإطعام يطعم عنه 30 يوم، ما ذاك أصلا إطعام يطعم عنه. لكن هذا الصيام هل واجب على الورثة والقرابة؟ واجب عليهم ولا مستحب؟ الراجح انه مستحب يا اخوان، الراجح انه الصيام ده ذاته شنو؟ صام عنه وليه استحبابا لا وجوبا، لانه يا اخوان الفقهاء قالوا ما ممكن انسان يتحمل واجب انسان اخر، انت ما بتتحمل واجب غيرك، هذا واجب على ابيك ما بتتحمله انت، لكن الافضل انه شنو؟ تصوم عنه. طيب قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، بلا قصد. القاعدة دي مرت معنا البارح تذكروا، قلنا ما قاصد أو الناسي ما عليه شنو؟ ما عليه شيء. مش لو طار إلى حلقه غبار ولا ما، لو شال الموية عاد يشرب، لكن ناسي ولا ما قاصد مخطئ ما عليه شيء، قال لم يفطر وهو صحيح. قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، تقدم معانا حديث حفصة رضي الله عنها. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يتقدم معانا برضه الكلام ده، انه صوم الفريضه لابد من شنو؟ تبيت النيه من بالليل. اما النافله لو جيت الصباح فقدت لقيت ما في حاجه قول لهم اذا انا شنو؟ اذا انا صايم. طيب فاضل كم؟ دقيقتين؟ طيب ما بنقدر نقرا قدام. شنو؟ بالنسبة لأنه الإنسان يعقد صيام النفل بالنهار، في خلاف بين الفقهاء، بيقولوا قبل بعضهم يقول قبل الظهر ممكن صيام النافلة، النافلة يعني ما الفريضة، ممكن تقرر قبل الظهر، وبعد الظهر ما يجوز تقرر، وبعضهم يقول لا جوز تقرر قبل الظهر وبعد الظهر، وده الراجح. الراجح انه لو قررت قبل الظهر او بعد الظهر فما في بأس، يعني ما في بأس ان شاء الله. طيب المريض مرض مستمر وهو لا يستطيع الإطعام، يمكن يطعم عنه، ممكن يطعم عنه من أهله ومن قرابته، ومن لم يستطع وما وجد عنده قرابة يطعم عنه فسقط عنه، لقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاستفراغ حيجينا قدام، والاستفراغ نوعين، إما إنك أنت تستفرغ عمدا تدخل إصبعك ولا الفرشة وتستدعي الاستفراغ عمدا فده مفطر. اما لو طلع الاستفراغ انك انت جاك سغم من حاجه معينه وكذا وطلع الاستفراغ دون ما تشعر انت او ما تستدعيه فده ما بيأثر على الصيام، الصيام صحيح. ايوه دي مرت معانا امس، والنية قلنا تكفي رمضان كله شهر واحد، وهو قول الامام مالك وزفر رحمهم الله تعالى.